لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيام رمضان وقيامه، وأن يوفقنا للثبات على الطاعة بعده، وأن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في عافية وطاعة وستر. إن أعظم ما يتقرب به العبد لربه سبحانه وتعالى هو طلب العلم، طلب العلم الشرعي بدليله تقربا لله سبحانه وتعالى، حتى يتعبد الإنسان لربه عز وجل على بصيرة. ونتواصى فيما بيننا بحضور مجالس العلم وتعلم العلم النافع، ثم العمل الصالح بما تعلمناه، ونستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا شرعنا فيه من شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى ذكر جمل معتقد أئمة أهل السنة والجماعة، وكنا قد ذكرنا معتقد الإمام سفيان الثوري رحمه الله، وذكرنا أيضا معتقد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى قوله رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة، والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. يعني غلبهم بالسيف أي حاكم متغلب، غلبهم بسيفه وصار حاكما عليهم، واستقر الأمر له، واستقر الأمر له، وسمي خليفة، فعندئذ يجب السمع له والطاعة. والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة. البر والفاجر لا يترك، يعني لو كان أمير الحرب الذي يغزو في سبيل الله فاجرا، يعني يأتي فسقا ظاهرا، فإنه يغزو معه ولا يترك. وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة، إقامة الحد هذا منوط بالإمام وليس بأفراد الناس. وكذا قسمة الفيء أي ما أفاءه الله عز وجل على المسلمين من غنائم، فهذا منوط بالأئمة، ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم
ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يدفعها إليهم، فإن طلبها من أحد ليس له أن يمتنع حتى وإن رأيتهم يطعمونها الكلاب، فإنك تدفعها إليهم وحسابهم على الله عز وجل طالما أنهم قد بعثوا المصدق أي الذي يجمع الصدقة مال الزكاة إليك، فإنك تدفعها إليهم برا كان أو فاجرا. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولي جائزة تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء، إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة أن تصلي معهم ركعتين أي صلاة الجمعة، من أعادهما فهو مبتدع، وتدين بأنها تامة ولا يكن في صدرك من ذلك شك. الصحابة رضي الله عليهم صلوا وراء أئمة الجور، كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الحجاج، وكان أميرا ظالما فاسقا سفاكا للدماء، والصلاة أحسن ما يقيمه الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم، كما قال عثمان رضي الله عنه. الأئمة الذين يقودون الناس بكتاب الله ويقيمون فيهم الجمع والجماعات ويقيمون فيهم العدل، فهؤلاء يجب لهم السمع والطاعة. إن عصوا ربهم عز وجل في أنفسهم ولم تتعد معصيتهم إلى غيرهم أي إلى الناس، فيجب أيضا لهم السمع والطاعة. إن أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فتجتنب إساءتهم. ومن خرج على إمام المسلمين أي خرج بالسيف، ومن خرج على إمام المسلمين أي بالسيف، وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، يعني اجتمع عليه الناس بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة أي غلبهم بسيفه، الذي يخرج علي قد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. مذهب أهل الحديث هو ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ونقل الإمام النووي الإجماع على ذلك، ولكن نقل الإجماع فيه نظر،
لأن هناك من هناك على مدار تاريخ سلف الأمة من خرج على أئمة الجور كالحسين رضي الله عنه، وأهل المدينة خرجوا على يزيد بن معاوية حتى كانت وقعة الحرة، وكذا أيضا القراء اجتمعوا مع ابن الأشعث على الخروج على الحجاج بن يوسف الثقفي، فلا يقال للحسين إنه مبتدع وخرج على يزيد بن معاوية وكان ما كان. وقلما خرج أحد كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على إمام زمانه إلا وترتب على ذلك من سفك الدماء واضطراب الأمر ونحو ذلك. فإن كان إمام حاكم المسلمين أو الإمام مع أنه يقود الناس بكتاب الله تعالى يأتي معصية أو أتى فسقا ووجد منه الظلم للناس، فإن استطاع أهل الحل والعقد أن يعزلوه دون أن يترتب على ذلك سفك دم واضطراب للأمر لازمهم ذلك. إن لم يكن هذا إلا باقتتال وسفك دماء وغير ذلك فعندئذ يجب الصبر ولا يجوز الخروج عليه. أما إن عياذا بالله دعا إلى كفر بواح فإن استطاع المسلمون أن يعزلوا دون اقتتال أو مفاسد أكبر فعندئذ أيضا يجب الصبر إلى أن يستريح بر أو يستراح من فاجر. فيجب الصبر عندئذ، وهذا ما قاله أهل العلم للنصوص جمعا بين النصوص في هذه المسألة. وهذا الذي نذكره هي جمل اعتقاد، أدلتها ستأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد، سيذكرها الحافظ اللالكائي رحمه الله حتى لا نطيل الكلام، فنرجئ الأدلة فيما بعد، ولكن نحن نذكر جمل المعتقد التي يجب أن تكون في قلب كل واحد منا. يقول: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، أي لص عرض لك في نفسك وفي مالك، أو الخوارج لأن الخوارج يستحلون الدم ويستحلون المال، فإن عرض لك هل يجوز لك أن تقاتله؟ يقول: جائز، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر عليه، وليس له إذا فارقوا أو تركوا أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن أتى عليه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث. إن عرض لك أحد في مالك أو في نفسك
فإنك تدفع عن نفسك، تدفعه دفع الصائل بالأقل، ثم تتدرج معه، فإن كان لا يدفع إلا بقتله قتلته. يعني هو قد يقتلك، معه في يده سلاح قد يقتلك به، فأنت تدفعه بالأقل. إن كان سيقتلك بسلاحه فاقتله. إن فارقك وهرب لا تتبعه، إن فارقك وهرب لا تتبعه. إنما الذي الذي يتبعهم الإمام أو ولاة المسلمين. إنما أنت تدفع عن نفسك، دفع الصائل تدفعه عن نفسك. إن قتلك يقول رجوت له الشهادة. من قتل دون مالي فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد. إن غلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يدفعه، يعني لن تستطيع أن تدفعه، فإن استطعت أن تفر منه فافعل. يعني أنك تفر منه فعندئذ فافعل. إن غلب على ظنك أنك تدفعه فادفعه، ولكن كما ذكرنا بالأقل، ثم تتدرج معه إلى الأعلى. وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله، ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع، يعني ضربته ضربة فوقع، لا تجهز عليه، وإنما تتركه أو كان جريحا. وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه، ولا يشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار. ولا يشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، يرجو للصالح ويخاف عليه، ويخاف على المسيء، ويخاف على المسيء المذنب، ويرجو له رحمة الله. يبقى لا نشهد لأحد بجنة أو نار، أي من أهل القبلة من المسلمين، إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما نرجو لمحسنهم ونستغفر لمسيئهم. ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. إذا من لقي الله بكبيرة تاب منها فإن الله عز وجل سبحانه وتعالى يتوب عليه. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمن عوقب به في الدنيا فهو كفارة له. إذن الذنب إقامته طهرة، طهرة لصاحبه في الدنيا. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هكذا جاء حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه،
فمن أقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارة له، ومن لا فهو في مشيئة الله، إن شاء الله عفا عنه وإن شاء غفر له، ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به. والرجم حق على من زنى وقد أحصن، قد أحصن يعني وطأ في نكاح صحيح، رجل أكرمه الله بالزواج ووطأ في نكاح صحيح فهذا يسمى محصنا، إن زنى عياذا بالله فإن حده الرجم، الرجم بالحجارة حتى الموت. والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، يعني رآه 4 رجال عدول وهو يزني بالمرأة، رأوا الوطأ في الوطأ، هذه البينة، وهذا صعب تحقيقه، أن يجتمع 4 رجال عدول ويرون الرجل في وضع زنا ووطئه في وطئه في وطئها، أي الوطئ في الوطئ، هذا أمر صعب جدا. لو جاءت البينة أقل من ذلك فإن اعترف وإلا يقام عليهم حد القذف 80 جلدة، يجلدون، يعني لو جي 3 وجاءوا عند الحاكم وشاهدوا أنهم قد رأوا فلانا يزني بفلان والوطء في الوطء ورأوا ذلك بأعينهم، فهذا دون حد البينة، الشهادة في الزنا 4 شهود. اعترف الرجل أنه قد زنى لا يقام عليهم الحد، لم يعترف أنكر، يجلدون 80 جلدة حد القذف. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون، ودليل الرجم الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب آية منسوخة نسخت تلاوة وبقيت حكما، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. الشيخ المقصود بين المحصن والشيخة المحصنة. والسنة الأدلة كثيرة وكذا الإجماع، وهذا إن شاء الله سيأتي. ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. قال عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، هذا هو النفاق الاعتقادي. النفاق الأكبر أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر عياذا بالله، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي جاءت: 3 من كن فيه فهو منافق،
هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. ثلاث من كنا فيه فهو منافق، وفي لفظ كان منافقا خالصا، هذا هو النفاق العملي. النفاق نوعان، نفاق اعتقادي أكبر، وهذا الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا عياذا بالله إن مات على ذلك فهو في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير. أما إن كان نفاقا عمليا، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا خاصم فجر، إذا اؤتمن خان، ففيه خصد من النفاق حتى يدعه، فهو شبيه بالمنافقين لكن ليس بالنفاق الأكبر، ليس بالنفاق الأكبر، وإنما فيه خصل من النفاق شبيه بالمنافقين في خصالهم. فيقول الإمام أحمد رحمه الله: هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها، يعني لتخويف صاحبها، كحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، وحديث من غشنا فليس منا، ونحو ذلك من الأحاديث التي فيها فليس منا. هذه الأحاديث تلاوتها تفسيرها، نرويها ولا نفسرها زجرا لصاحبها، زجرا لصاحبها. لأن من الناس لو قلت لهم إن تفسيرها ليس على طريقتنا الحميدة فيحمله على ارتكاب هذه الذنوب ويقول: ما زلت في الملة والحمد لله، وهذه ذنوب يغفرها الله، ويرتكب هذه الذنوب. لكن لو قلت له ليس منا، فمن تركها فقد كفر، دون أن تفسرها يخاف، ينزجر عما يفعله. كذلك هذه الأحاديث، لو قلنا أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ثلاث من كنا فيه، ثلاث آية المنافق ثلاث، ثلاث من كنا فيه فهو منافق، وجئت تفسرها أيضا سيرتكب هذه الخصال بعض ضعاف الإيمان، فيكون تلاوتها تفسيرها. وقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، الكفر هنا المقصود به كفر العمل، الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر. لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فسماهم الله مؤمنين مع وجود الاقتتال بينهم، فدل ذلك على أن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا، أي الكفر الأصغر، الكفر العملي وليس الكفر الاعتقادي. وبعض أهل العلم يفسرها بكفر النعمة: لا ترجعوا بعد كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومثل: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم، ومثل: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، يعني يتبرأ من نسبه، ينسب نفسه إلى غير أبيه، ونحوه من الأحاديث مما قد صح
وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم يعلم تفسيرها ولا يتكلم فيه ولا يجادل فيه ولا تفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، ولا نردها إلا بالحق منها. والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنة والنار مخلوقتان الآن، موجودة الجنة وموجودة النار. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر. وقال صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت لأهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا. فمن زعم أنه ما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال: في الجنة أعدت للمتقين، يعني هيئت وفرغ منها. وقال: في النار أعدت للكافرين. فمن زعم أنه ما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. يعني كالجهمية، غلاة الجهمية، جهم بن صفوان، فهذا أراد أن يقول: أليس في السماء ثم إله يعبد؟ فلو كان يؤمن بالله عز وجل ما قال في حق الله ما قاله، ولو كان يؤمن بالجنة والنار أيضا ما نفى وجودها. ففعلا ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. هذا الذي يسعى لنفي الجنة هو لا يؤمن بها، هذا الذي يسعى لنفي النار فهذا لا يؤمن بها. لو كان يؤمن بها لأحسن العمل، فتجده مسيئا للعمل، كهؤلاء العلمانيين الذين يهاجمون الثابت من دين الله عز وجل سواء في المعتقد وفي غيره. لو كان هو يؤمن بالدين ما هاجمه، لو كان يؤمن بدينه الذي يزعم أنه من أهل هذا الدين ما هاجمه وما تنقصه وما ألقى في وجهه الشبهات. وإنما الواجب أن يؤمن ثم يعمل ثم يدعو لهذا الدين. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه، موحدا يعني في الظاهر، لأننا أمرنا أن نحكم على الظاهر. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله عز وجل. وأمره إلى الله عز وجل أي فيما يستسره. مات منتحرا يصلى عليه، مات كان يزني أيضا يصلى عليه، طالما أنه من أهل القبلة ولم يشرك بالله شيئا فإنه يصلى عليه. وبعض أهل العلم يقولون: أهل الصلاح لا يصلون عليه زجرا لأمثاله. هذا إذا كان يزجر أمثاله، لأن الزجر بالهجر، هذا إذا كان ناجعا. إذا كان من تهجره سينزجر، أما إذا كان سيستمر على عصيانه ويزيد في معصيته فلا يشرع عندئذ أن تهجره، وإنما تسلك معه وسائل أخرى في الإنكار والإصلاح. والله أعلم. هذه عقيدة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. بعد ذلك سيذكر عقيدة الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى، وسنجد أنها قريبة جدا
من معتقد الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نكتفي إن شاء الله بهذا، والإخوة تنظر إن كان مناسبا لهم أن يكون الدرس بعد صلاة المغرب فيكون أفضل حتى نستطيع أن نجلس أكبر وقت، أما بعد العشاء كما ترون الآن الساعة جاوزت العاشرة، فالإخوة تنظر ما المناسب لها ثم إن شاء الله سواء بعد المغرب أو بعد العشاء. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.